أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الطلاب الدرس 11 من دورة اللغة الإنجليزية للصف التاسع. إن شاء الله هاي الدورة راح تكون شاملة، الدورة كاملة، ما راح تكون بس كم درس إن شاء الله. وبنفس الوقت راح تكون هاي الدورة مجانية، يعني بس بكفي إنه تجيبوا معكم ورقة وقلم وتتابعوني. إذا بتحسنوا تنزلوا النوتة نزلوها على ورق ما أحسنتوا، فهي موجودة، يعني ما مطلوب من الطلاب غير ورقة وقلم ويتابعوا معنا. رح نكفي قبل ما نكفي في الصفحة 15، لأنه عم نحضر لندخل على درس من الدروس المهمة جدا اللي هو Newspapers Keeping Up With The News. في عنا هاي الصفحة اللي هي صفحة 15 ما حكينا عنها. بنفس الوقت في عنا كلمات لازم ناخدهم، إذا ما أخذنا هاي الكلمات رح نكون مقصرين. إذا في عندكم اقتراحات على الطريقة أنه ليش ما بتترك لنا الكلمات لحال، ليش عم تدمجون، أعطوني اقتراحاتكم اكتبوا لي إياهم، ممكن نغير بعض الأمور. ولكن أنا عم بقرأ الكلمات مع الكتاب لحتى تكون مثل الدورة اللي بشكل عام أنا بعملها، هيك بالعادة بعمل، بقرأ كلمات وأطبق بالكتاب، بقرأ كلمات وأطبق بالكتاب. قواعدي أنا إذا عدى علينا قواعد بناخد قواعديات الكتاب. في شغلة مهمة لازم تعملوها قبل ما تدخلوا على الكتاب، وأنتوا عم تدرسوا من الكتاب لازم تبلشوا بدورة تأسيس قواعد اللغة الإنجليزية اللي رح تلاقوها هاي لكل الصفوف، إن كان تاسع ولا بكالوريا ولا آخره. هاي ما رح أشيلكم عليها، أنتوا لازم تبلشوا بالتأسيس من الصفر من الأحرف، أما باقي الأمور فما تخافوا رح أقلكم عليهم. بنكمل بصفحة 5 بالكلمات الـ students book واللي هو كتاب طلاب. حبلش قراءة. hold a meeting يعقد اجتماعا. hold a meeting، meeting اجتماع، و hold يعقد هون جاي معنى يعقد. photos صور. cheap رخيص. because لأن. fewer أقل، وبلا ال ER بتصير قليل few. than من. before اللي لا تلفظ قبل. 24 hour news يعني أخبار على مدى 24 ساعة طول النهار. 24 أو 24 بصير هيك بصير هيك، American أو British، إنجليزي بريطاني أو أمريكي. only فقط، future مستقبل. put يضع. world عالم. where حيث. cartoon هي الكاريكاتير، الصور الكاريكاتيرية اللي بنلاقيها ببعض الصحف. books كتب. films أفلام. weather طقس. quickly بسرعة. main رئيسية. words كلمات كتير بسيطة ما كتير صعبة ما معديات معظما من قبل. police شرطة. earthquake زلزال. earthquake. left خلف أو ترك. behind خلفه، هون هذا جايب معنى preposition حرف جر. هون left معنى خلف أو ترك شغلي، مثلا إذا تجي إنه البيوت خلف وراءه بيوتا مدمرة، فبدأ تجي خلف وراءه أو خلفه منازل مدمرة. collapsed houses، كلمة collapsed بدأ ينتبه عليها، إذا موجودة بالنقطة بغير كتابة فصححوها، إذا موجودة هي خلاص collapsed houses. due to بسبب، ممكن تسمعوا due to بل due، هاي بالأمريكان إنجليش بالأمريكية. the hardest mission المهمة الأصعب. mission هي مهمة. boom وصفة الانفجار القنبلة. best selling films الأفلام الأفضل مبيعا. best selling films best selling films. on sale للبيع. on sale. your cosmetics مستحضرات التجميل. your cosmetics. feels like يشعر كأنه. feels like. humidity هي رطوبة الجو. pressure ش ضغط. wind رياح. sunrise هي شروق الشمس. sunset هي غروب الشمس. ملاحظين sun رح نحط عليها إشارة شمس، بكل الحالتين هي شمس. sun حسب طبعا الكلمات. showers استحمام. mostly cloudy غالبا غائم أو غائب غالبا. scattered thunderstorms عواصف رعدية متفرقة. scattered هي المتفرقة أو مبعثرة أو مختلفة. thunder لعند هون هنحط عنده هي الرعدية. storms هي العواصف.
انتبه عليه هون. طيب مضطرين نقرأ بصفحة page 17 بالكتاب. لما نقول page 17 بالكتاب يعني هون، ما هي بالنقطة ننتبه. page المكتوب هون هو page الكتاب تبع students book. نكمل page 17 بالكتاب. any part أي جزء appear يظهر the Arab world العالم العربي for what purpose لأي غرض أو لأي غاية. pronunciation لفظ، لفظ الكلمات pronunciation. intonation ارتفاع طبقات الصوت، لما بكون سؤال وجواب يعني ما بقول هل سوف تأتي معي، هي إنه intonation ناخذ بعدين ناخذ عنا فكرة. voice صوت high عاليا gh لتلفظ. low منخفض at the beginning في البداية أو في بداية. copy أخذناها من قبل نسخة ينسخ. followed by India تليها الهند. arrest تعتقل. bank robber سارق بنوك. national football team تيم فريق فوتبول كرة قدم. national الوطني يعني تبع البلد. oil prices rising ارتفاع أسعار النفط. نفط أسعار ارتفاع. talks محادثات. government الحكومة إن لا تلفظ. invest استثمار. in groups في مجموعات. reasons أسباب. against المعارضة. as many بنحط بالعادة هون كلمة as possible أكثر ممكنة يعني أكثر أسباب ممكنة أكثر شغلات يعني. either إما. sell يبيع. Japan اليابان. USA الولايات المتحدة. مليون هو يعني مليون مثل ما عندنا ملاحظين. هيك نكون خلصنا قراءة كلمات. بنروح على الكتاب بنشوف الشيء الموجود فيها. صفحة 15 قراءة بس بكفي ناخذ الكلمات الجديدة هون. طبعا في قاعدة بعدين رح نشوفها لما رح ندرس كتاب الاكتيفيتي. رح نشوف هاي قاعدة used to didn't used to بمعنى اعتدت ولم اعتد. اعتدت اعمل هيك ما اعتدت اعمل هيك. اثبات او نفي. ما رح اطول كتير. فاتن and Abbas are describing their past life. find the following. فاتن وعباس عبوا وصفوا. describing يصف. يصفون حياتهم الماضية. find the following يعني حاول أن تجد التالي. جد التالي. two sentences in the past simple جملتين في الماضي البسيط. two sentences with used to. two sentences with didn't used to يعني جملتين عن الماضي البسيط. جملتين فيهن اعتدت جملتين فيهن لم أعتد. أكثر مهم هيك سؤال. listening and speaking الاستماع والتكلم. استمعوا إلى عمر وعبلة. انسخوا في هذا الجدول اكتبوا ملاحظات عن حياتهم في الماضي. ايش كان يعمل هو عبلة ولا عمر كمان ما كتير المهم كفي الكلمات. talking about changes تحدث عن التغييرات. look at the pictures of this city and talk about life then and now انظر الى الصور الموجودة هون مثل ما ملاحظين. past present present past بالماضي وبالحاضر لهي المدينة وتحدث عن الحياة في ذلك الوقت والآن. ايش الفرق بين الحياة بين هالصورتين ممكن تلاحظوا شغلات مختلفة كتير ما بده هذا غير انه نحفظ كلمات مو اكتر. write sentences about differences between the city in the past and now. اكتبوا جمل حول الاختلافات بين المدينة في الماضي والآن. use these words to help you استعملوا هذه الكلمات لتساعدكم. ممكن نكتب جمل مثل هون يعطينا مثلا الحدائق كانت موجودة. fountain building olive tree bus stop افترض الطلاب يكونوا حفظانين كلمات بيج 15 والكلمات الماضية حتى يجاوبوا. في الدليل يعطيني بعض الشغلات عن صفحة 15 التمرين السادس. فبقول لي مثلا طبعا هذا حل ليلى
وعمر وعبلة عفوا، بكفي ناخد كلمات جديدة منهم، ما أكتر من هيك، بس اعتادوا اعتادوا. في شغلات محذوفة طبعا، الود محذوفة هون عنا، ما هي موجودة الود، حذفوها بالمنهاج الجديد، فما بده ود. كل شي كلمات جمل فيها ود ما بده، ممكن نعتبر used to و didn't used to. عبالي suggested answers يعني الأجوبة المقترحة، مقترحة هون إنه اعتادوا من زمان يكون عندهم big park، حديقة كبيرة، ولكن الآن هي أصغر. لم يعتادوا أن يكون لديهم نافورة في الحديقة، اعتادوا أن يكون وإلى آخره، يعني بس بكفي الكلمات الجديدة. هذول ما بقى ما بده كتير تطلع عليها، ممكن قراءة سريعة بالنسبة للكلمات الجديدة. هيك بنكون خلصنا page 15 ونحن جاهزين لندخل على واحد من أهم الدروس اللي هو newspapers، الصحف، راح يكون في الدرس القادم مثل ما اتفقنا. قبل ما تفلشوا أي نص رجعوا للنقطة، راجعوا الكلمات بعد ادخلوا. يعني مثلا بسرعة، هذا النص في page 16، صفحة 16، الصفحة 16 مو بالنقطة هون، لا page 16، page 16، هذا page 16، وحتى العنوان موجود keeping up with the news، يعني بمعنى انه مطلع على الاخبار. راجعوا الكلمات كطلاب بعد ما نبلش بدرس الجاي من ترجمه.